كثير منا سلمى بيقضي ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر دراسات العلمية أثبتت أنه أغلبنا بيقضي من 2 لـ4 ساعات بشكل يومي. كيف فينا نتصفح بشكل آمن؟ كيف فينا ندخل على مواقع لكن بشكل سليم؟ رح نتعرف على هي الأسئلة ومعلومات أكثر مع مهندس المعلوماتية محمد أبو سويد. يسعد صباحك. صباح الخير. وأهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم العافية يا رب. صباح الخير محمد، واهلا وسهلا فيك. صباح يعني الخير. السؤال الاول اليوم اللي بنساله لنفسنا نحن يوميا صار التكنولوجيا بحكم طبعا توافرها بشكل كثير كبير بين ايدينا بسهوله، خلتنا ندخل لمواقع كثير عبر شبكه الانترنت لساعات طويله من النهار. شو الاخطاء اللي ممكن نكون عم نرتكبها من دون ما نحس من خلال دخولنا الالكتروني يوميا لمواقع متعدده؟ هلا بدايه صباح الخير. مواقع التواصل الاجتماعي صفيت جزء لا يتجزأ من حياتنا، إن كانت الشخصية كانت الاجتماعية وحتى العملية. يعني نحن أي شخص فينا في عنده أكثر من حساب، كان حساب واتساب، إن كان حساب فيس، إن كان حساب تيليجرام، أياً يكون البرنامج، فهدول البرامج كلياتهم عم يتقاطعوا مع ملفاتنا الشخصية، ملفات عملنا، فبيتطلبوا منا جزء من الحماية والوعي والمسؤولية. كيف فينا نحميهم؟ بأكثر من طريقة. يعني نحن مثلاً أول ما نفيق الصبح يعني نشوف موبايلنا لحتى نشوف شو في عنا مسجات، شو في عنا رسائل، لحتى نبرمج نهارنا كامل بناء على هدول الشغلات يلي عنا. فهذا الشيء مثل ما حكينا بيتطلب وعي ومسؤولية. هدول الحسابات مثل ما حكينا هن حسابات شخصية، فالخطوة الأولى للحماية والوعي إنه نفتحهم من حاسب أو جهاز هو حاسب شخصي، مو أي جهاز بالعمل، أي جهاز مثلاً اضطرينا نفتح منه فنشتغل عليه. في حال اضطرينا مثلاً على حاسب ما كان حاسب شخصي، فمنحاول مثلا انه ما نحفظ كلمة السر، نستعرض الويب او ايا يكون اللي عم نسجل دخول عليه لهذا البرنامج، بيعطينا احد الخيارات، هل تريد تسجيل كلمة السر؟ نعطيه لا. فهي بتكون خطوة حماية اولى ومبدئية لحتى نأمن على حساباتنا. الشيء الثاني لما بنخلص شغل كمان نعمله تسجيل خروج. الخطوة كمان في عنا بنفوت على اعدادات المستعرض مسح السجلات مثلا. هي السجلات تشمل الزيارات للمواقع اللي نحن اشتغلنا عليها، تشمل مسح كلمة السر والمعلومات اللي نحن اشتغلنا عليها. الشيء الثاني هو استعمال كلمة سر قوية. يعني مثلا أنا اسمي محمد، عندي عدة حسابات، يعني اللي مثلا ممكن يتنبأ بكلمة سر بيكتب مثلا محمد، بيكتب مواليدي، بيكتب مثلا في استسهال نوعا ما بكلمة السر. يعني أغلب الناس بتتجه لكلمة سر يمكن سهلة، يعني مثل ما قلت يا اسمك يا رقم موبايلك ممكن يا مواليدنا. تاريخ ميلادك يا كنيتك كمان قديش بتأثر بشكل هذا على سهولة الاختراق لحسابك؟ يعني لهلأ في ناس كتير مثلا أول ما بتأنشئ حساب مثلا تكتب كلمة بسيطة مشان تخلص من خطوة بسرعة من خطوات إنشاء الحساب، فهذا الشيء غلط. يعني ممكن كان عنا سهل بالبداية بس بيؤدي لخطوات لا تحمد عقباها بالنهاية. فنختار كلمة سر قوية مثلا تكون طويلة ما فينا نتنبأ فيها بسهولة، وما تكون يعني كلمة صعبة مثلا بس أنا وحدتها لكل الإيميلات أو لكل الحسابات اللي عندي، فأنا بهي الخطوة ما استفدت شيء. فبدي حاول مثلا تكون كلمة طويلة فيها رقم، فيها حرف كبير وصغير، فيها رمز كمان، لا تقل عن 8 أحرف لحتى أمن حماية للحساب اللي أنا داخل عليه. أكيد. كمان يمكن أوقات كتير بعض الأشخاص بينسوا أحد الأرقام السرية اللي بيكونوا حاطينها لأحد الحسابات، بيقولوا خلص موجود على موبايلي الصفحة مفتوحة، أنا ما عملت تسجيل خروج، فما مشكلة. هي الحالة هل هي حالة صحيحة بالتعامل مع حساباتنا الشخصية حتى لو كنا نحن مثل ما قلت أنت عم نحفظها على موبايلي الشخصي هي الكلمة، ولكن أنه يبقى الحساب مفتوح حتى لو أنا نسيان الباسورد؟ هلأ أي حساب من الحسابات فيه له أكثر من خطوة أمان، واحدة من بيناتهم أنه نربطه مثل ما تفضلتي مع رقم الجوال مشان في حال تم نسيان أو ضياع كلمة السر نبعث لهم كود أنه تم نسيان كلمة السر، فبيتواصلوا معنا من إدارة الموقع. الخيار الثاني الأمان أو الحماية إنه كمان يكون في عنا إيميل بديل بهذا الحساب يلي نحن عم نشتغل عليه مشان في حال ما حسننا مثلا نصل للموبايل أو للإيميل تصلنا كلمة السر من طرف ثاني. هلأ الفيس مثلا تجنب هاي الشغلة وعم يطلب منا خطوتين أمان، يعني أنا حتى لو مثلا رابطها بموبايل بيطلب مني كمان مو بس رقم الموبايل، الكود يلي بيصلني على الموبايل لحتى يتأكد إنه صاحب العلاقة هو اللي عم يفتح الحساب. الشيء الثاني كمان بدنا نحكي عليه
موضوع الفيس، يعني في ناس كثير مثلا بتساوي كلمة سر للفيس وبتنساها، ضاع الجهاز، ضاع الجوال، ف ضلت مخزنة على فقدنا الحساب، فقدنا الحساب يعني، وما ممكن كمان نصل له مرة ثانية، فهذا الشيء كمان بدنا نتلافى. طيب خلينا نحكي يمكن مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. في كثير من الناس بتتعرض لتعليقات سلبية عبر صفحاتها الشخصية أو للتنمر، كيف فيني أنا هون أتحكم أو أضبط التعليقات من خلال طرق الحماية لهيدا الحساب؟ هلأ هون كمان في عنا أكثر من خطوة. فلنفترض حدا من الأصدقاء اللي موجود عندي عم يعرض محتوى أنا ما بفضل إنه هذا الشيء يشوفه، فببساطة بفوت على قائمة الأصدقاء، تعديل القائمة، بحطه من الأصدقاء المقيدين، يعني أي شيء أنا ممكن نزله فهذا الشخص ما ممكن يطلع عليه، مع أنه لا يزال ضمن قائمة الأصدقاء. هذا خيار. الخيار الثاني إذا هو مثلا عم ينزل شيء أنا ما بفضل أني ضل عم تابعه، فكمان بضل ضمن قائمة الأصدقاء بس بنحط له عدم متابعة مثلا من الإعدادات. فأي منشور أو أي شيء هو عم ينزله على صفحته الشخصية فكمان هذا الشيء ما عم نشوفه أنا. يعني كمان اليوم أسئلة كتير بتخطر ببالنا عن حساباتنا الشخصية، ولكن هلأ شو هي النصيحة الأبرز اللي أنت بتوجهها اليوم لكل متصفح سواء على الفيسبوك، على الإنستا، على أي موقع من المواقع؟ كيف أنا بقدر أتعامل مع حساباتي بشكل عام؟ نحن مثل ما حكينا هي حسابات شخصية، فالخطوة الأولى والأهم أنه نحن نفتح من أجهزتنا. تمام؟ في حال استعملنا جهاز ثاني فإنه نكون متبعين إجراءات الحماية والوقاية لحتى نكون دايرين بالنا على حساباتنا وعلى معلوماتنا. الشيء الثاني والأهم هو كلمة السر، يعني كلمة السر لازم تكون كلمة قوية وما تكون كلمة موحدة. طيب هلأ عم نشوف بالآونة الأخيرة في كتير من الأطفال عم تلاقيهم عم يشتغلوا بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير، عم يعملوا صفحات لإلهم شخصية لكن تمام. بأعمار كبيرة. هون كيف فينا نحن كأهل نقدر نكون رقيب عليهم من خلال هيدا المواقع؟ كيف فيني أنا بنفس الوقت تكون أنا الحماية من خلال ضبط عدد من الإعدادات لصفحة هيدا الطفل؟ هلأ في عنا أكثر من خطوة كمان، واحدة من بيناتهم مثلا أنه نحن إعدادات الراوتر نفسها فينا نعمل مثلا بلوك لمجموعة من المواقع. هذا الموقع مثلا يعني أي شخص ما ممكن يدخل عليه، مع أنه في إمكانية للدخول على النت. هاي خطوة أولى. خطوة تانية في برامج مخصصة للأطفال، يعني مثلا يوتيوب كيدز، فيسبوك لايت، هدول البرامج مخصصة للأطفال، يعني مثلا بحيث أنه أي محتوى استعرضوه كان يتناسب مع عمرهم وما يكون في إساءة لهم أو للمحتوى المعروض بداخله. يعني اليوم قدمت لنا كثير من النصائح، بنتمنى من الكل يكون حضرة يسجلها لحتى ما ينساها، وبدنا نتشكر وجودك معنا مهندس المعلوماتية محمد أوسويت. الله يعطيكم العافية. نتشكرك أكيد على وجودك معنا، وبنتمنى لكل اللي عم يتابعونا يكونوا استفادوا من هي المعلومات.